نروح نشوف مع بعض. طيب قبل ما نشوف اللقاءات عايز اقول لحضراتكم التشكيل اللي ابتدى للنادي الاهلي. حراسه المرمى عمر النحاس وبجيد بيا، يعني عايز اشيد بعمر النحاس اللي تصدر ركله جزاء في الشوط الاول، دي غيرت مسار المباراه. خط الظهر حمزه الدجوي، ياسين ياسر، حمزه الدجوي. طيب احنا ده 2008. طيب نروح نشوف لقاءات ما بعد فوز الاهلي على سموحه بثلاثيه. قاعدين بشكل كبير من بعد ماتش فيوتشر، كان ماتش قوي جدا، خاصة ان احنا عندنا الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله انبي، وانبي من الفرق اللي بتنافسنا، فان شاء الله كنا مستعدين كويس بعد ماتش فيوتشر عشان نروح انبي باريحية. الحمد لله رب العالمين، ربنا كان موفق، كان في استحواذ بشكل كبير في الشوط الاولاني، بس كان في عدم فعالية وعدم ايجابية هجومية من اللعيبة بتاعتنا. الحمد لله الشوط الثاني لما المخزون البدني عند الفرقه قل شويه احنا كنا مستحوذين وقدرنا نجيب 3 اهداف. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، كان الاستعداد بشكل كبير على مراجعه البيلدينج، الاستحواذ، الانهاء الهجمه، فالحمد لله رب العالمين بشكل كبير الثلاث عوامل اللي احنا اشتغلنا فيهم الاسبوع دوت الحمد لله طبقوا بشكل كبير في الماتش ده. الحمد لله طبعا على هدفين. حابب اشكر الجهاز الفني باللعيبه كلها، لعيبه رجاله ادوا اللي عليهم الحمد لله، يعني كسبنا، كان ماتش صعب جدا. بشكر اللعيبه طبعا كلها ادت ماتش كويس يعني الحمد لله. والله هو الشوط الاولاني ما كناش يعني ظابطين كويس، بس الشوط الثاني الحمد لله بدانا نظبط شويه، والحمد لله ربنا كرمنا بالشوط بالجون قصدي الاولاني في الدقيقه حوالي 60 كده، فرق معانا جدا. بعدين بلانت الحمد لله جبناه، يعني سهل الامور يعني الحمد لله. طبعا الماتش طبعا كان صعب لان هو اول 45 دقيقه احنا ما عرفناش نسجل، رحنا كتير بس كان صعبه شويه، فالحمد لله بعد الشوط الثاني يعني عرفنا نهندل الماتش يعني، والحمد لله كسبنا. احنا بقالنا شويه بنشتغل على موضوع الفينش قدام الجول، يعني بنعمل دايما مهاجمين لوحدهم، دايما بنشتغل فينش وازاي ننهي الهجمه وازاي نقطع القريبه وكده، فطبعا وكمان شغالين على ضربات الجزاء يعني لما حد يضرب وكده الحاجات دي. طبعا الماتش كان صعب، اول شوط الماتش كان متقفل وما كناش عارفين نخش قوي وضيعنا فرص كتير، فالماتش كان مقفول، بس ما بين الشوطين كابتن اسامه اتكلم معانا وقال لنا اللي احنا المفروض ننزل بقلب اكتر من كده، ولا احنا عايزين نكسب وناخد الدوري ثالث مره. فنزلنا الشوط الثاني كان احسن وكنا نازلين بقلب اكتر فكسبنا، واشرف نزل جاب جون فالماتش فتح. احنا بنجهز لكل الماتشات بنفس الطريقه، مش هتفرق بقى انبي سموحه اي حاجه، هي كل الماتشات نفس الحاجه، بس هي بتفرق اللي احنا نخش بنفس القلب بنفس كل حاجه في كل الماتشات عشان نكون نكمل وناخد الدوري. الحمد لله على كل حاجه. احنا النهارده تعبنا، كان الماتش صعب في الاول، كنا متعادلين، نزلنا الشوط الثاني عايزين نجيب اجوان ونكسب، فالحمد لله جبنا 3. الشوط الاولاني كنا بنضغط بس ما كناش مركزين قدام الجون، الشوط الثاني نزلنا وكنا عايزين نكسب عشان الماتش اللي جابه. اهم حاجه نركز وتعبنا ونلعب مع بعض، ولازم الكره الجماعيه ما حدش يأنن عشان نكسب عشان الماتش اللي بعده وناخد الدوري زي كل سنه ان شاء الله.